الطريق الحياة. الرجل الذي في الصورة اسمه داشراث مانجي، يسكن في قرية نائية ومعزولة في الهند. أصيبت زوجته بإصابة خطيرة، وبسبب بعد المسافة بين المستشفى والقرية لم تصل سيارة الإسعاف في الوقت المناسب، وماتت رفيقة الدرب بين يدي زوجها وهو عاجز لا يملك من أمره شيئا. طلب من الحكومة أن تشق نفقا في الجبل لاختصار الطريق إلى القرية كي لا يتكرر الأمر مع شخص آخر، لكنها تجاهلته. فقرر هذا الفلاح قليل الحيلة أن يتصرف بنفسه وينهي هذه المأساة التي يعيشها هو وأصحاب القرية. فأحضر فأسا ومعولة وقرر بنفسه شق طريق بين الجبل. سخر منه جميع أهل القرية واتهموه بالجنون وقالوا أنه فقد عقله بعد وفاة زوجته. أمضى هذا الفلاح 22 عاما من سنة 1960 حتى سنة 1982 يوميا من الصباح إلى المساء يحفر بدون كلل ولا ملل، ولا يملك إلا فأسا ومعولة وإرادة تواجه الجبال وصورة زوجته وهي تموت بين يديه. ونجح في الأخير بشق نفق داخل الجبل بطول 110 أمتار وبعرض 9 أمتار وبارتفاع 7 أمتار، لتصبح المسافة بين قريته والمدينة 7 كيلومترات فقط بعدما كانت 70 كيلومترا. وأصبح بإمكان الأطفال الذهاب إلى المدرسة وبإمكان الإسعاف الوصول في الوقت المناسب. لقد فعل هذا الفلاح بيديه العاريتين وفأس ومعولة لمدة 22 عاما ما كانت الحكومة تستطيع فعله في 3 أشهر فقط. وقد سمي هذا الفلاح برجل الجبل، وقد تم إنتاج فيلم سينمائي عنه يروي قصته، ستجدون رابطه في صندوق الوصف. والعبرة من هذه القصة أن تواجهوا المصاعب وحدكم حتى لو كانت بحجم الجبال. واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. دمتم سالمين.